اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الحاله التحكيميه في هذه المباراه مع خبيرنا في التحكيم الكابتن احمد الشناوي. كابتن احمد اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن تامر واهلا بيك وكباتن. النهارده مباراه الاتحاد واسوان كان الحكم فيها ابراهيم محمد مع محمد عاطف ومحمود حسين والحكم الرابع سامح حسين، كان على تقنيه الفار الحكم البورسعيدي محمد الشناوي ومعاه مبروك نبيل. هنشوف اول حاله وهي الهدف الملغي للتسلل، واحنا عايزين ناكد ان تقنيه الفار يعني انا مش هعمل الخطوط لان خلاص تقنيه الفار فيها الخطوط ومش عايزين نجري، لكن هنا طبعا تعتقد، لكن انت لو الكاميرا من الناحيه الثانيه هيبين لك ان هو متسلل بجزء من جسمه. هنشوف، يهمني ان احنا هنقف بس في اللقطه بتاعت اهي، بس هنقف هنا. خلي بالكم في خط احمر وخط ازرق. الاحمر بيخص مين؟ المهاجم، والازرق بيخص المدافع. شوف هتلاقي ان الخط الاحمر مسابق الازرق فالتسلل موجود خلاص. عايز اقول الناس يجي تقول لك ايه الحكم ملوش دعوه، الحكم لو انت بصيت ان الخط الاحمر على اخر جزء من قدم اللاعب اسوان من تحت، هو نفس الكلام بالنسبه للاعب الاتحاد، اخر جزء وهو قدمه نفس الحكايه عليه الخط الازرق. فبالتالي هنا هو بيحدد النقطتين دول كلهم بلونهم وبتخش على البرنامج بتاع الخطوط، هو ما بيعملش خطوط، هي الخطوط بتطلع بالشكل ده. فطبعا هنا ما نقدرش نقول خلاص هو التقنيه حددت ان التسلل موجود والغاء الهدف قرار صحيح. عايز اقول بقى اللعبه اللي جايه، يعني ابراهيم راح طبعا هنا في خطا وباين الالتحام وباين الرجل وباين الحاجات دي كلها وهو ما شافش وادى انذار، يعني انا عايز اقول ان هو ادى انذار. طب انت ما شفتش الاندفاع واللاعب الرجل فين؟ اذا انت شفت شكل اللعبه. انت عارف هو ممكن جيجا كان يحسب فاول وما يديش انذار. لو ما اداش انذار ماشي، ما شافهاش بشكل كافي، يبقى الفار لما يجيبه عشان يطرد يبقى انا ساعتها عن ايه؟ نقول اه، لكن اللعبه هو ادى انذار، يعني هذا الالتحام بالشكل ده للاعب بالقوه دي وبالرجل في الشكل ده ما تديش طرد؟ لا، كان لازم تدي طرد على طول، خاصة إن أنت كمان قعدت كتير على الفار، قعدت تشوف وتراجع فيها كتير. نعم. هنشوف الحالة يمكن اللي اتكلمنا فيها وهي حكاية الهدف اللي هو يعني بيخبط في المدافع وتخش الهدف في مرماه والحاجات دي كلها. عايزين نتكلم في حاجة مهمة جدا. هنا أنا هعمل بوز فين؟ هتشوفوها دلوقتي. أنا بس أنا أقف هنا، هعمل بوز هنا. البوز ده ليه يا كباتن؟ الكرة دي دلوقتي مسددة بالشكل ده، رايحة على المرمى، صح؟ ممكن جدا تمشي تروح تعدي من جنب القائمة ما تخشش، مش كده؟ ممكن، لأن مش باين لها لسه، الريزالت بتاعتها مش موجودة لسه قدامنا. فالنهارده طالما هي رايحة على المرمى من قدم لاعب مهاجم بالشكل في اتجاه المرمى ودخلت الناحية التانية تحت أي شكل من الأشكال، الهدف يحتسب للذي سدد أو ركل الكرة، مش المدافع. طب تقول لي أنا كمدافع، دي مهمة جدا دي يا كابتن تامر، أنا كمدافع أو حارس مرمى بصد الكورة اللي داخلة المرمى وأعمل ضربة في زميلي أنا كحارس مرمى ودخلت المرمى، هتحتسب برضه للمهاجم الذي سدد الكورة من الأول، ليه؟ لأن هي كانت أصلا رايحة في المرمى. أنا بنقذها، كونها تيجي في زميلي بعد كده وترتد تاني لداخل المرمى يحتسب الهدف ليه اللي سدد الركلة. نشوف الحالة الأخيرة وهي حالة برضه انذار وطرد، هو قريب جدا، يعني انا مش عارف هو قريب، شوف داخل ازاي، بص داخل يعني باينه وهو قريب جدا، يعني انا عايز اعرف هو يعني قريب وشايف، وبرده راح عند على التقنيه بتاعت الفار وقعد كتير لحد ما انا عايز اقول حكم الفار نقول له يعني برافو، بص اللاعب بيخش ازاي. حكم الفار النهارده بعتبره النهارده يعني نجم، لانه حالتين مهمين جدا، ومثل هذه الحالات هي فيها بيتقال عليها بالانجليزي يعني فيها بروتاليتي اللي هي الوحشيه، مش ايذاء بقى، هذه الالعاب تحتط يعني تتحط تحت بند في وحشيه في الالتحام، مش ايذاء بس، لان في التحام بمنتهى القسوه بالشكل الوحشيه دي. فطبعا هنا الحكم الطرد صحيح وحكم الفار النهارده نهنيه على الحالتين دولة، ويعني لكن الحمد لله ان الاخطاء لم تؤثر في نتيجة المباراة. احنا النهارده كابتن احمد بشكرك، شكرا. احنا النهارده ممكن ندي الحكم الفار هو حكم المباراة.